حي الصبايا كلهن من شرقهن لغربهن، المؤمنات الواثقات العارفات بدينهن، الحافظات كتاب من أحببنه ويحبهن. يا للجلال، حمائم صاغ البديع هديلهن، في موكب سر القلوب مشت خطى أسرابهن، متحجبات لا ترى في الضوء أشباها لهن، والستر زين للبنات فلا تسل عن زينهن، وتكاد أن تقف العوالم هيبة لنجاحهن. لا كهرباء على القطاع سوى بريق وجوههن، ما الغيث يهمي باردا بألذ من تغريدهن، مستأنس هذا المدى والسر في إيناسهن، ولهن ما للصامدين على الثغور ثغورهن. لم يقهروا ضنك الحصار سوى بروح صمودهن، وتلاوة القرآن وشتها عذوبة نطقهن. يا رب شتت شمل من يبغي الشتات لشملهن، يا رب شتت شمل من يبغي الشتات لشملهن، من خائنين تواطؤوا في الشر مع أعدائهن، يسعون يا لغبائهم سعيا إلى إخضاعهن. أنا وهن السنبلات وقد عرفت شموخهن، كم هجن ذكر الأقدمين لنهتدي بجديدهن. حييتهن بدمعة من فرحتي وشكرتهن، وأقل ما أهدي إليهن القصيد فديتهن. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني، أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، في مات 800 طالبة على مستوى قطاع غزة، جاءوا اليوم ليؤكدوا على أهمية هذه المسيرة، وأنهم على طريق القرآن، وأن طريق القرآن هو الطريق المناسب لتحرير المسجد الأقصى.